الاخت ديالي كنشكرها بزاف. الاخت ديالي فيها اختي، فيها ماما، فيها كل شيء يعني وجودها في حياتي. كنشكرها بزاف على وجودها في حياتي. شنو اللي يكون بيناتنا؟ احنا دائما مع بعضياتنا طبعا، تكون معايا في اي حاجه الا حبات هي، في اي حاجه تكون معايا، فيديو كليب اللي كان مستقبلا فنيا، وهي راه ديما معايا في الدار. والهلا يفرقنا يا ربي، وكان كنبغيها بزاف، وكنبوسها بوسه كبيره.